السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا شفنا الزيارة اللي قام بها اللاعب فينيسيوس لإحدى المدارس المغربية، فطرحت مجموعة من الأفكار والأسئلة للنقاش. من بين هذه الأفكار هذه وهذه الأسئلة هو أن أي مؤسسة عمومية كما كتعرفوا فيها قانون داخلي، خاص التلميذ يحترم هذا القانون الداخلي. وهذا القانون الداخلي من بين أهم الأشياء اللي فيه هو أنه مثلا ممنوع بعض الحسانات أو الحلاقات يديرهم التلميذ، ممنوع أنه يرتدي أو يلبس الحلاقات في الأذنين ديالو إلى غير ذلك. إذا هذه الأمور اللي خاصنا نحترموها أو خاص التلميذ يحترمها طيلة السنة، واحد النهار كنجيبوا له واحد الشخص على أنه قدوة، خاص التلميذ يقتدي بهذا الشخص وبهذا المسار الناجح اللي كيقوم به أو اللي قام به هذا الشخص هذا، وكنتفاجئوا بأن هذا الشخص هذا ايضا يعني ما ملتزمش بهاد القوانين هادو، يعني كيدير الحلقات دير واحد الحلقه في شكل الى غير ذلك. اذا هنا كيطرح واحد السؤال، واش القوانين الداخليه ديال المؤسسات العموميه خاصها تغير وتواكب يعني العصر والمستجدات اللي كاينه عالميا، او ان نحتفظوا بهاد القوانين هادي ولكن حتى حنا خصنا نلتزموا على ان اي شخص نقدمه للتلاميذ خاص يكون نموذج لاحترام هذه القوانين هذه وهذه القواعد داخل المؤسسات العموميه. يعني هذه فكره تطرح للنقاش، وشكرا.